السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني حبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. اليوم يا أخوان نبقى نقول لكم على طريقة إن شاء الله تتفادوا منها، اللي هو انحسار البيض. انحسار البيض داخل الأنثى، ونكون سببها إحنا. عارفين يا أخوان؟ يعني على جهالة كده وإحنا ما نعرف، وهو واحد ومن أهم الأسباب اللي تخلي البيض أحيانا ينحشر في الطير. عرفت يا أخوان؟ تيجي أنت ما شاء الله عليك شفت أول مرة البيض الأنثى باضت، أو حتبيض، أو إنها على وشك يعني حتبيض إن شاء الله. فانت على غفلة ايش تجي تسوي؟ تبغى تشيك في البياضة اللي هو العش، تجي تشيك. طيب يا اخوي، انت جيت شيكت، يعني جيت كده وتبغى تفتح البياضة مثلا قلنا كده. طيب افترضنا الانثى قاعدة تحاول تبيض، عرفت يا اخويا؟ الانثى يعني قاعده جوا البرج، ويعني على وشك انها تبيض او انها تحاول يعني اخراج البيضه، وجيت انت فجاه كده وفكيت الباب عليها. هذا احد الاسباب تخلي انحسار البيضه داخل الطير. وانا اقول لك متى تبغى تشيك على البياضه، في بيض في البرج أو في العش ولا ما في. في الحالة هذه لما تشوف الذكر والأنثى برا، ممكن ديك الساعة تفك البياضة زي كده وتشوف في ولا ما في بيض. عرفت يا أخوان؟ أما إنك تشوف الأنثى داخل البرج وتروح تفك عليها البياضة، أنا أشوفه غلط كبير. ويعني حتى أنا أيام كنت مبتدئ صارت معايا الحركة دي، ومات علي طير، وكنت أنا جديد وما أفهم، فقلت لازم نقول لكم على الشيء إن شاء الله تكونوا تستفيدوا. يعني ما أبغى أحد يغلط نفس الغلطة اللي أنا غلطتها. زي مثلا عندك هذا الطير، هذا الذكر برا والأنثى داخل جوا، فزي كده المفروض ما يعني ما أخش يعني إيش يقولوا، أكون فضولي زيادة عن اللزوم وأقوم أفتح الدرج. فبلاش منها دي، أشوف الطيرين الذكر والأنثى برا أقوم أفتح عليهم البرج وشيك. أما تكون الأنثى داخل، فمرة ما أأيدك يا أخوي المربي إنك تفتح البرج عليها. وبس يا أخوان، هذا كل اللي عندي، ما أحب أطول عليكم، إن شاء الله أكون أفدتكم بالمعلومة الصحيحة. وإن عجبكم المقطع إن شاء الله سووا لنا لايك وشير واشتركوا معايا في القناة، وجزاكم الله ألف خير.